هدانا وله الشكر على ما أولانا. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله أكبر الله أكبر ولله إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما أولانا وله الشكر على ما أولانا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. فيهما من كل فاكهة زوجان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن أنس قبلهم ولا جان؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. ومن دونهما جنتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسانا فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا ترضى لا يصلاها إلا الأشقى. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله ولله الحمد. الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال
بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. الله أكبر الله أكبر يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
هدانا وله الشكر على ما أولانا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. صدق الله العلي العظيم. لتعجيل في فرج صاحب العصر والزمان بالثانية وبأعلى منها. اللهم صل على محمد وآل محمد. ترحباً لشهدائنا وأخواننا وأخواتنا جميعاً ولشهداء الحي الشعبي وإلى المرحوم وهاب صاحب هادي في هذا اليوم. نهدي للجميع ثواب الفاتحة نعطرها بثلاث صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة 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 يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد
وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك
خير ما سلك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، أن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بحول الله وقوته. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم.
اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد. صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد. صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد. صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله وبالله وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نهنئ صاحب العصر والزمان وعلمائنا الأعلام، ونهنئكم بهذا اليوم السعيد أعاده الله عليكم وعلى جيشنا وحشدنا وقواتنا المسلحة وأمننا بالخير والنصر على الأعداء، والله هو الحكيم الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لا نشرك بالله شيئا ولا نتخذ من دونه أولياء. والحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. كذلك الله لا إله إلا هو إليه المصير. والحمد لله الذي يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اللهم ارحمنا برحمتك واعممنا بمغفرتك، إنك العلي الحكيم الكبير. والحمد لله الذي لا مقنوط من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا ميؤوس من روحه ولا مستنكف عن عبادته. بكلمتي قامت السماوات السب واستقرت الأرض المهاد، وثبتت الجبال الرواسي، وجرت الرياح اللواقح، وجرى في جو السماء السحاب، وقامت على حدودها البحار، وهو إله لها وقاهر يذله المتعززون يذل له المتعززون ويتضاءل له المنكرون ويدين له طوعا وكرها العالمون. نحمده كما حمد نفسه وكما هو أهله، ونستعين به ونستهديه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يعلم ما تخفي النفوس وما تدمن البحار وما تدار منه الظلمة ولا تغيب عنه غائبة، وما تسقط من ورقة من شجرة ولا حبة في ظلمة إلا يعلمها. لا إله إلا هو، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
ويعلم ما يعمل العالمون وأي مجرى يجرون وإلى أي منقلب ينقلبون. ونستدي الله بالهدى ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه إلى خلقه وأمينه على وحيه، وأنه قد بلغ رسالات ربه وجاهد في الله الحائدين عن العادلين به، عبد الله حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وآله وسلم. أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله الذي لا تبرح منه نعمة ولا تنقد منه رحمة ولا يتغني العباد عنه ولا يجزي أنعمه الأعمال الذي رغب في التقوى وزهد فيها الزاهد وحذر المعاصي وتعزد بالبقاء وذل خلقه بالموت والفناء. غاية المخلوقين الموت غاية المخلوقين وسبيل العالمين ومعقود بنواصي الباقين. كل بهجة والدنيا دار كتب لها الفناء، هاي الدنيا منتهية ولأهلها منها الجلاء، فأكثرهم ينوون بقاءها، يعني بعض يحب بقاء الدنيا ويعظم بناءها وهي حلوة خضرة قد عجب للطالب والتبست بقلب الناظر، ويذوق ذو الثروة الضعيف ويحتويها الخائف الوجل. فارحلوا منها يرحمكم الله بأحسن ما بحضرتكم، وتذب منها إلا القليل، ولا تسألوا عنها إلا الكفاف، وارضوا منها اليسير، ولا تمدن أعينكم منها إلى ما منع المترفون به واستأذنوا بها، ولا تواطنوها، وارضوا بأنفسكم فيها وإياكم والنعم والتلهي والفاكهات، فإن ذلك غفلة واغتراب. ألا إن الدنيا قد تنكرت وأبدت واحلولت وأذنت بوداع، ألا إن الآخرة قد حلت فأقبلت وأشرقت ودنت إلى بالطلاع، ألا إن المضمار اليوم العمل، اليوم العمل، ألا إن المضمار اليوم والسباق غدا، ألا وإن السبق إلى الجنة والغاية إلى النار. جعلنا الله وإياكم ممن يخافه ويرجو ثوابه، ألا إن هذا اليوم جعله الله لكم عيدا وجعلكم له أهلا، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم، وادعوه وأدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم وفريضة واجبة من ربكم، فليؤديها كل امرئ منكم عن نفسه وعن عياله كلهم ذكرانا وإناثا، صغيرهم وكبيرهم، حرهم ومملوكهم، عن كل إنسان منهم صاعا من بر وصاعا من تمر وصاعا من شعير. وأطيعوا الله فيما فرض عليكم وأمركم به من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى نسائكم وما ملكت أيمانكم ونقص الميزان وشهادة الزور والفرار من الزحف. أصمد الله وإياكم بالتقوى وجعل الآخرة خيرا لنا ولكم من الأولى. أحسن الحديث وأبلغ موعظ المتقين كتاب الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وآله ومغفرته ورضوانه. اللهم صل على عبدك محمد رسولك ونبيك صلاة نامية زاكية ترفع بها درجته وتبين بها فضله، وصل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت وصليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويجحدون آياتك ويكذبون رسلك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم، وأنزل عليهم رشك ونقمتك وبأسك الذي لا ترد عن المجرمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وسراياهم ومرابطهم في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المقام في فلسطين كسرايا القدس والجهاد وغيرها للدفاع عن الأقصى المبارك من الصهاية المحتلين لأرض فلسطين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل التقوى زادهم والإيمان والحكمة في قلوبهم، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمتها عليهم، وأن يوقوا بعهدك وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه إلى الحق. وخالق الخلق، اللهم اغفر لمن توفي منهم من المؤمنين والمؤمنات ولمن هو لاحق بهم من بعدهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اغفر لقادتنا أبو مهدي المهندس والقائد سليمان، وأسكنهم الله سبحانه وتعالى في درجة شهداء في دار النعيم في الجنة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، فإن ذكر الله لمن ذكره، واسألوا الله من رحمته وفضله فإنه لا يحيف عليه داع. وآخر دعواتنا، اللهم آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن، إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأقربائنا وجيراننا، اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على محمد وآل محمد. وأن علي زيدان يطلب الدعاء لزوجته. علي زيدان بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. زيارة الإمام الحسين رحمه الله والديك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نزور سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله الفرد الصمد الأحد المتفضل المنان المتطول الحنان الذي من تطوله سهل لنا زيارة مولانا بأحسانه ولم يجعلنا عن زيارته ممنوعين ولا عن ذمته مدفوعين بل تطول ومنح. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح أمين الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد صلى الله عليه وآله حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي حجة الله. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى استبيح حرمك وقتلت مظلوما شهيدا. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بطل المسلمين. يا مولاي أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين بن علي المظلوم الشهيد قتيل العبرات وأسير الكربات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك الثائر بحقك أكرمته بكرامتك
وختمت له بالشهادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة أكرمته بطيب الولادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فأعذر في الدعاء ومنح النصيحة وبذل مهجته فيك حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه من الآخرة بالأدنى وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أولي الشقاق والنفاق وحملت الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر لا تأخذه في الله لومة لائم حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه اللهم لعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. علي بن الحسين السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن خاتم النبيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك أيها المظلوم الشهيد بأبي أنت وأمي عشت سعيدا وقتلت مظلوما شهيدا. الشهداء السلام عليكم أيها الذابون عن توحيد الله السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار بأبي أنتم وأمي فزتم فوزا عظيما. السلام عليك أيها العبد الصالح الإمام العباس والصديق المواسي أشهد أنك آمنت بالله ونصرت ابن رسول الله ودعوت إلى سبيل الله وواسيت بنفسك فعليك من الله أفضل التحية والسلام بأبي أنت وأمي يا ناصر دين الله عليك يا ناصر الحسين الصديق السلام عليك يا ناصر الحسين الشهيد عليك مني السلام ما بقيت وبقي الليل والنهار ورحمة الله وبركاته وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم نهدي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله وقبول الطاعات. نقلنا لكم صلاة العيد من المسجد من جامع جصان الكبير في التلة ونسأل من الله القبول. اللهم صل على محمد وآل محمد.